بالنسبة للجزء بتاع الإكزوتوكسين والإندوتوكسين، إحنا عندنا مجموعة من التوكسينز. التوكسينز ديت هتبدأ تعمل مشاكل في أماكن كتير، سواء كانت في الانتستين والجي أي تي فبنسميها انتيروتوكسين، أو كانت في السي إن إس والأعصاب فسميها نيوروتوكسين وهكذا. عندنا أول حاجة الانتيروتوكسين دي الغالبية بتاعتها بتطلع من الجرام نيجاتيف بكتيريا، فاحنا عندنا اونلي ريليزد وين الخلية يحصل لها رابشر، وديت أصلا بتكون نوعها إيه، لايبو بوليساكارد. فاحنا عندنا الأنواع بتاعتنا الأساسية اللي هو عبارة عن اندوتوكسين وإكزوتوكسين. الاندوتوكسين جاي من اللي هو من رابشر الخليه اللي هي الجرام بوزيت الجرام نيجاتيف بكتيريا زي النيسيريا وغيرها. الاكزوتوكسين بيكون جاي من اللي هو الجرام بوزيتيف مين الجرام بوزيتيف بكتيريا. طيب عندنا بقى الانواع دي التقسيمه الاساسيه. التقسيمه الثانيه بقى عندنا انواع من التوكسينز بسميها البيوجينيك توكسينز. البيوجينيك توكسين ديت بيقول لك ان هي عباره عن سوبر انتيجين. يعني ايه سوبر انتيجين؟ يعني هي هنعتبرها انتيجين بيروح يمسك في مين؟ بيروح يمسك في اللي هو الانتيجين بريزنتنج سيل. الانتيجين بريزنتنج سيلز الخلايا المناعيه زي الماكروفاج واللي هو البلازما سيلز والكلام ده بيكون عليها ايه، بيكون عليها مواد كده. المواد ديت علشان تقدر تلقط الانتيجين وتتعرف عليه، وليكن اللي هو زي الميجور هيستو كومباتيبلتي كلاس 1 وكلاس 2. فبقول لك ان الانتيجين هنا البايوجينيك توكسين يعتبر انتيجين، فلما يمسك في الميجور هيستو كومباتيبلتي كلاس 2 بروتين اللي موجود على الانتيجين بريزنتنج سيل مع اللي هو التي سيل ريسبتورز، ده هيعمل دي جرانيوليشن اللي هو الخليه، فبالتالي هيبدا يطلع كميه كبيره جدا من اللي هو السيتوكاينز. بالاضافه ان التوكسين نفسه كل ما بيبدا يطلع ريليز للتوكسينز، التوكسين نفسها بتحفز طلوع السيتوكاينز، فالموضوع ده في البيوجينيك توكسين هيبدأ يعمل ايه؟ هيبدأ يعمل الراش، هيبدأ يعمل الفيفر، وهيبدأ يعمل مين؟ هيبدأ يعمل كل الأعراض بتاعت الكلام ده. عندنا نوعين البيوجينيك توكسين، نوعين اللي هو الستريبت بيوجين والستاف اوريوس. الستاف اوريوس بتطلع بيوجينيك توكسين، وده بيعمل اللي هو التوكسيك شوك سندروم. والتوكسيك شوك سندروم ده هناخده بعدين، هتلاقي العيان ده فيه هاي فيفر، فيه هاي بوتنشن، فيه راش اكسوفولييتيف راش اللي هو زي مقشر كده او اللي هو مسلوخ، فده يعتبر التوكسيك شوك سندروم. ده السبب بتاعه ستاف اوريوس، احد الاورجانيزمات اللي بتطلع بيوجينيك توكسين. يبقى احنا عندنا البيوجينيك توكسين بتعمل ايه؟ بتطلع سيتوكاينز، بتعمل لي فيفر، بتعمل لي راش، كل اللي هو الكلام ده. الاستريبت بيوجين دي بتطلع اللي هو اكزوتوكسين، اللي هو اكزوتوكسين اي والسي، ودي بتعمل السكارلت فيفر. نوع من الفيفر بيكون فيها نوع من اللي هو الانفكشن، بيكون فيه فيفر وراش، واللي هو الطنج بتاعت الشخص ده بتكون عاملة زي الفراولة كده اللي هو ستراوبيري طنج. ده بالنسبة للنوعين بتوع البيوجينيك توكسين. فالنوعين بتوع البيوجينيك توكسين يا إما الستاف أوريوس يا إما الستريبت بيوجين. واحد بيعمل اللي هو السيليولايتس والتوكسيك شوك سندروم، واحد بيعمل اللي هو السكارلت ايه السكارلت فيفر. ده بالنسبة للنوع اللي هو البيوجينيك توكسين. عندنا نوع تاني بسميه انتيرو مين انتيرو توكسينز. من اسمها كده في فرق بين اندوتوكسين وانتيرو توكسين. الانتيرو توكسين يعني بتشتغل على اللي هو الامتيريك اللي هي الجي اي تي الامعاء. فالانتيرو توكسين ديت لما بتشتغل على الجي اي تي بتعمل دايريا، وبتعمل ساعات فوميتنج، وخاصة لو كانت فود بويزونينج. عندنا اول واحد اللي هو الفيبريو كوليرا. الفيبريو كوليرا ده جرام بوزيتيف ستين بيطلع الكوليرا توكسين، ده نوع من اللي هو الاكزوتوكسين بيحفز الادينايل سايكليز. فهو ده هيحفز مين؟ هيحفز الادينايل سايكليز،
تحفيز الادرينال سايكليز هيكمل الباسوي، هيحفز السايكليك اي ام بي، فهيساعد على انكريز الكلورايد سيكريشن وهيقلل الابزوربشن بتاع الصوديوم، فبالتالي هيبدا ينزل ايه، هينزل الوتري ريس دايريا. الدايريا بتاعت الكوليرا طبعا بتكون شبه اللي هو الرز كده، وتري بيشبهوها بوتري ريس دايريا. السبب بتاعها الانتيرو توكسين اللي هو الكوليرا توكسين، عمل ايه، عمل اكتيفيشن للادنايل سايكليز، حفز السايكليك اي ام بي، زود الكلورايد سيكريشن وقلل الصوديوم ابزوربشن، فبالتالي عمل اللي هو الدايري. النوع الثاني الشيجيلا، يبقى الكوليرا فيها الكوليرا توكسين والشيجيلا فيها اللي هو الشيجا توكسين، لكن الميكانيزمات بتختلف. الفيبرا كان بيحفز الادنايل سايكليز وبيحفز الكلورايد سيكريشن وبيقلل الصوديوم ابسوربشن، اما الشيجا توكسين بتدمر الريبوزوم اللي هو 60 اس ريبوزوم او بتمنعه. في الحاله دي بتعمل ايبيثيليال مين ايبيثيليال سيل ديس وبتعمل اعراض اعنف شويه. الاشيريشيا كولاي، الاشيريشيا كولاي عباره عن هيت لابايل وستيبل توكسين، بتشتغل بالميكانيزمين، بتحفز الادنايل سايكليز بتحفز الادنايل سايكليز فتزود السايكليك ام بي، وبتحفز اللي هو الجوانايل سايكليز فبتزود السايكليك مين السايكليك جي ام بي. الاستاف اورياس، احنا لسه قايلين الاستاف اورياس بتطلع ايه، بتطلع اللي هو بايوجين اللي هو التوكسين اللي فوق اللي احنا اخدناه في الاستاف اوريوس اللي هو البايوجينيك توكسين. الحاجه الثانيه الاستاف اوريوس ديت جرام بوزيتيف، فبتطلع ايه، بتطلع توكسين بسميه اللي هو الانتيرو توكسين في اند دي في اقل من 24 ساعه. عشان كده الانفكشن، العيان اللي بيجي بانفكشن بستاف اوريوس وخاصة لو هو كان فود بويزنج ولا حاجة، فالأعراض بتاعته بتحصل في أقل من 24 ساعة الانكيوبيشن بيريود، لأن هو لو خد الاستاف هو بياخد التوكسين بتاعها في الأكل، فالأعراض بتاعته في بيرفورم التوكسين سابق، فالموضوع هيظهر في أقل من 24 ساعة. كذلك برضو الباسيلا السيرس، الباسيلا السيرس دي بتاعت الرز اللي الناس بياكلوه، وخاصة لو معاد تسخينه، لو بيتعاد تسخينه فممكن يكون في توكسينز بتاعت اللي هو الباسيلا السيرس اللي بسميه السيريولايت توكسين، والسيريولايت توكسين ده بيبقى بوتنت سايتوتوكسين بيدمر الميتوكوندريا، والأعراض بتاعته بتظهر في خلال 4 ساعات من الانجيشن بفوميتنج. فده بيعتبر من الفود بويزنينج، بيحصل فوميتنج وخلال 4 ساعات ولا حاجة من هيستوري ان العيان ده كل اكل في المطعم وبيقول لك في كلمة رايس رز والكلام ده، فتشك على طول في اللي هو الانفكشن عن طريق اللي هو الباسيلس مين الباسيلس سيريس. يبقى احنا اتكلمنا لحد دلوقتي ملخص كده، احنا عندنا نوعين من التوكسين، اندوتوكسين واكزوتوكسين. الاندوتوكسين دي بتاعت الجرام نيجاتيف والاكزو بتاعت الجرام بوزيتيف. الحاجه الثانيه البايوجينيك توكسينز، البايوجينيك توكسينز ديت يا اما تكون ستاف اوريوس يا اما تكون استريبت بايوجين. الحاجه اللي بعد الاستريبت بايوجين دي بتعمل السكارلت فيفر. الحاجه اللي بعد كده الانتيرو توكسين يا اما تعمل دايريا يا اما تعمل فوميتنج. عندك الفيبريو كولرا، عندك الشيجيلا، عندك الاشيريشيا كولاي. اهم حاجتين اللي تحت الاستاف اوريوس بتعمل ايه، بتعمل اعراض عشان بتطلع فيه توكسين بيطلع في خلال 24 ساعة، والباسيلا السيرس بيكون برضو فيه توكسينز بتظهر الاعراض خلال 4 ساعات من اللي هو الاكل اللي انت بتاكله. في نوع تاني من التوكسين بسميه النيوروتوكسين. النيوروتوكسين ديت بتشتغل على النيوروماسكولار جانكشن او بتشتغل على النيرفس اللي هي الاعصاب. اللي بيشتغل على النيوروماسكولار جانكشن اللي هو البوتيوليزم، فالكوليستيريديوم بوتيولينيوم دي بتطلع البوتيولينيوم توكسين، ده بيقفل مين؟ بيقفل الاستايل كولين ريليز. فلما يحصل قفل الاستايل كولين ريليز العيان ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه فلاسيد مين؟ فلاسيد باراليسيس، هيبقى مرخي خالص، ما فيش اي كونتراكشن، ما فيش اي حاجه عندنا. فالفلاسيد باراليسيس ديت السبب بتاعها الكوليستيريديوم بوتيولينيوم، وعلشان كده هي بتضرب النيوروماسكولار جانكشن. على عكس الكوليستيريديوم تيتيناي دي بتطلع التيتانو بلازمين، ده بيعمل حاجه اسمها مميزه اسمها
اللوك جو والريسبيراتوري. مين الريسبيراتوري؟ باراليسيس. لان الفكره بتاعتها ان هي بتعمل ايه، بلوك للانهبيتور نيورون. هنا بتشتغل على نيورون بتمنع الانهبيتور نيورون زي الجابا والجلايسين. فلما بمنع الانهبيتور نيورون بسيب المكان او بسيب الفرصه للاكزيتاتور نيورون ان هي تشتغل، فتفضل شغاله تعمل كونتراكشن. فبيحصل ايه؟ بيحصل ماسل كونتراكشن على طول، وبالتالي بيحصل حاجه اسمها لوك جو وريسبيراتوري باراليسيس. يبقى احنا اخدنا النيوروتوكسين. النيوروتوكسين عندنا حاجتين، عندنا موضوع النيورو ماسكولار جانكشن وموضوع النيرف اللي بيشتغل على اعصاب كولستيريديوم تي تي ناي، اللي بيشتغل على الجانكشن اللي هو الكولستيريديوم بوتيولينيوم. دي بتطلع بوتيولينيوم توكسين، دي بتطلع تيتانو بلازمين توكسين، دي بتقفل الاستايل كولين ريليز. والاستايل كولين لما يتقفل مش هيطلع يمسك في الاستايل كولين ريسبتور اللي على البوست سينابتيك نيورون، وبالتالي مش هيحصل ماسل كونتراكشن، فما فيش انقباض، فالعيان هيفضل في حالة ريلاكسيشن مستمرة ممكن تؤدي إلى الوفاة، اللي هو بيحصل فلاسيد باراليس. الحاجة التانية قلنا بالنسبة للنيرف التيتانوم، عند التيتانيوم التيتانوسبازمين ده بيشتغل على أعصاب، بيمنع الأعصاب الإنهيبيتوري، فبيسيب الفرصة للأعصاب اللي هو الإكزيتاتوري، فبتعمل ماسل كونتراكشن مستمر لدرجه ان الجو بيتقفل، بيحصل لوك جو. وفي بعض الاحيان من نتيجه الانقباض المتكرر للديافرام ممكن يحصل ريسبيراتوري مين؟ ريسبيراتوري بالاريسيس باراليسيس. نيجي بقى التوكسين الثانيه اللي هو التيشو انفيزيف. مين؟ التيشو انفيزيف توكسين. ايه التوكسينز اللي بتكسر او بتعمل انفيجن للتيشو وبتاكل فيه؟ اللي هو الاستاف اوريوس، زي ما احنا قلنا الاكزوفولياتين ده بيعمل اللي هو مين؟ سكيلد سكين سندروم. استاف سكيلد سكين سندروم ده اللي بيعمل الاستاف سكيلد سكين سندروم عن طريق اللي هو مين؟ الاكزو فولييتيف. طيب احنا قلنا توكسينز، احنا قلنا ان في بايوجينيك توكسين. البايوجينيك توكسين اللي طالعه من الاستاف اوريوس دي اللي بتعمل التوكسيك شوك سندروم. يبقى احنا عندنا توكسيك شوك سندروم ديت بسبب البايوجينيك توكسين بتاعت الاستاف، تعمل هاي فيفر وهاي بوتنشن واكزو فولييتيف راش. لكن الاستاف اوريوس لو طلعت نوع من التوكسين بسميه الاكزوفولياتين توكسين، ده بتعمل اللي هو حاجه اسمها الاستافيلوكوكس سكيلد سكين سيندروم. طيب عندنا نوع تاني من التوكسين اللي هو كوليستيريديوم بيرفنجينز، دي بتطلع الفا توكسين وليسيسينيز، دي بتعمل الجاز جانجرين. فالجاز جانجرين والمايو نيكروزيس والهيموليسيس دي كلها بسبب مين؟ الكوليستيريديوم بيرفنجينز. يبقى كلها بسبب الكوليستيريديوم ايه؟ بيرفنجينز. يبقى نركز ان الاستاف بيطلع منها اكتر من توكسين، بيطلع منها البيوجينيك توكسين بيعمل التوكسيك شوك سندروم، بيطلع منها الاكزوفولياتين توكسين، فبيعمل ايه؟ بيعمل الاستاف سكيلد سكين سندروم. بعد كده في انواع تانية من التوكسين زي التوكسين بتاع اللي هو الكوليستريديا ديفتيريا توكسين او الكوليستريديا ديفتيريا، ده بيطلع توكسين بسميه دي توكسين. الدي توكسين ده بيعمل انهيبيشن لمادة او فاكتور بسميه الاي اف 2 فاكتور. الاي اف 2 فاكتور بسميه ايه؟ بسميه الاي دي بي ريبوزايل اللي هو فاكتور ريبوزايل مش عارف ايه كده فاكتور. المهم يعني بيعمل نيكروتيك ميوكوزال سيلز، فهو بيعمل نيكروزيس في الميوكوزا. ولما يعمل نيكروزيس في الميوكوزا بيعمل قشره كده او ممبرين، بيعمل الدفتيريا ممبرين اللي موجود فين؟ الموجود في التونسل. وكسيستماتيك بيعمل نيكروزيس في الكاردياك ماسل والنيورال تيشو والرينال مين والرينال تيشو. فالدفتيريا فيها الدفتيريا توكسين بيعمل انهيبيشن للاي اف 2 فاكتور، فبيعمل نيكروزس في الميوكوزا ونيكروزس في اللي هو التيشوز المختلفه. نيكروزس في الميوكوزا فبيعمل اللي هو ديفتيريا ميمبرين تونس على التونسل، وسيستمز بيعمل حاجه اسمها ايه كاردياك نيكروزس ونيورال نيكروزس
والرينال نيكروزس عندنا. السودوموناس، السودوموناس دي جرام ايه؟ جرام نيجاتيف، ولكن بتطلع اكزوتوكسين ايه زي اللي فوق بنفس السودوموناس، بتشتغل بنفس الفكره بتاعت الدفتيريا، يعني الاكزو توكسين ايه بيعمل انهيبيشن للاف ال اي اف 2 فاكتور، فبيعمل نيكروتيك للميوكوزال سيلز والكلام ده. الباسيلاس انثراكس ديت بتاعت الجمره الخبيثه، ديت الفاكتور اللي بيطلع اللي هو بسميه ايديما فاكتور، اللي هو ايديما فاكتور ديت بتكون ايه؟ ديت فورم اللي هو كاميديولين ديبندنت ادينايل سايكليز، ديت بتكون حاجه اسمها كاميديولين ديبندنت ادينايل سايكليز، كاميديولين ديبندنت ادينايل سايكليز بيزود السايكليك اي ام بي، فبيعمل انهيبيشن للفانكشن بتاعت النيوتروفيل والماكروفاج، بيقلل وظيفه النيوتروفيل والماكروفاج، وبالتالي بيقلل الفاجومين الفاجوسايتوس. يبقى احنا عندنا اللي احنا اتكلمنا عنه لحد الان، عندنا انواع التوكسين اندوتوكسين واكزوتوكسين، اندوتوكسين موستلي مع الجرام نيجاتيف، الاكزوتوكسين موستلي مع اللي هو الجرام بوزيتيف، وبعض اللي هو البكتيريا التانية. البيوجينيك توكسين قلنا ان هي في منها نوعين، ستريبت بيوجين دي بتعمل سكارلت فيفر، والستاف اوريوس بتعمل التوكسيك شوك سيندروم. قلنا الانتيرو اللي بتشتغل على الجي اي تي، الفيبرو كوليرا، الشيجيلا، الاشيريشيا كولاي، الستاف والباسيلاس سيريز بتاعت الرز، وبيطلع اعراض خلال 4 ساعات بيحصل فوق. قلنا النيوروتوكسينز اتنين، اللي بيشتغل على النيورو ماسكولار جانكشن وبيعمل ارتخاء عام وفلاسيد باراليسيس، ده بتاع البوتيولينيوم توكسين. وقلنا اللي بيشتغل على الاعصاب وبيمنع الانهيبيتوري فيسيب اللي هو الاكسايتاتوري، اللي هو الكوليستيريديوم تيتانول. بعد كده اللي هو بيعمل لوك جو وريسبيراتوري باراليس. قلنا التوكسينز اللي بتعمل انفيزيف للتيشو، الستاف اوريوس برضو ولكن بتعمل سكيلد سكين سيندروم، وقلنا الكوليستيريديوم بيرفنجينز ديت لما بتاكل التيشو بتطلع جاز جنجرين، بتعمل جاز جنجرين ومايو نيكروز. قلنا الدفتيريا بتشتغل على الدفتيريا والسودوموناس زي بعض، بيشتغلوا على اللي هو الاي اف 2، وبالتالي بيعمل ميوكوزال نيكروزيس او ميوكاس ممبرين بيطلع على التونسيلز، وبتعمل نيكروزيس في اللي هو الكاردياك والنيورال والرينال تيشو. الباسيلاس انثراكس الجمره الخبيثه ديت بتطلع ايديما فاكتور، بيمسك او بيكون مع اللي هو الكالميديولين ديبندنت ادينايل سايكليت، فبيزود السايكل في ام بي. المهم احنا اهم حاجه الوظيفه اللي في الاخر ما يهمناش الميكانيزم، فالفانكشن بتاعتي بتعمل ايه؟ بتعمل انهبيشن للنيوتروفيل والماكروفاج، فتقلل مين؟ تقلل اللي هو الموضوع بتاع الفاجوسايتوس. كذلك البوردوتيلا دي بتعمل اللي هو مين؟ البرتيسا، بتطلع البرتيساس اكزوتوكسين، ده بيعمل انهيبيشن لمين؟ اللي هو الجي اي بوردوتيلا توكسين. عندنا الستاف توكسيك شوك سيندروم، عندنا الستاف توكسيك مين؟ توكسيك شوك سيندروم. الستاف توكسيك شوك سيندروم دي سببها الستاف اوريوس، بتعمل سيفير سيستميك، بتعمل سيفير سيستميك رياكشن بسبب الاكزوتوكسين اللي بسميه ايه؟ تي اس اس تي 1. يبقى التوكسيك شوك سندروم بسبب ايه؟ تي اس اس تي 1، اللي هو التوكسيك شوك سندروم توكسين 1، توكسيك شوك سندروم توكسين ايه 1. الفولوينج غالبا دي بتيجي من انفكتد تامبونز، الكرايتيريا بتاعتها في فراش ديسكوميشن او اكزوفيليتيف سكين، يبقى فيفر وهايبوتنشن وراش او ديسكويميشن، حراره اكتر من 38 و9، هايبوتنشن سيستوليك اقل من 60 اقل من 90، ديفيوز اريثريماتس راش، ديسكويميشن اوف الراش، السكين بيقشر، بياخد 3 اورجان او اكتر، الجي اي تي نوزيا وفوميتنج، بياخد الرينال او الكدني، بياخد الكدني بيعمل رينال فيلير، بياخد الكبد بيعمل هيباتيتس،
بيعمل ثرومبوسيتوبينيا، بياخد السي ان اس، بيعمل كونفيوجن، ده كله بيسوي اعراض اللي هو الاستاف توكسيك شوك سيندروم. فالاستاف توكسيك شوك سيندروم سببها التوكسين اللي بسميه توكسيك شوك سيندروم توكسين 1، ده بيكون غالبا الهيستوري في الحاله فولوينج تامبونز، والكرايتيريا بتاعتي فيفر، هايبوتنشن، ديسكويميشن، وراش. ده بالنسبة للكرايتيريا فيفر وهايبوتنشن وراش وديسكوميشن، حرارة أكتر من 38 و9، هايبوتنشن أقل من 90، في إريثريماتوس راش، في ديسكوميشن، في انفولفمنت في اللي هو 3 أورجان أو أكتر. ده بالنسبة لي اللي هو الموضوع بتاع مين، ده بالنسبة للموضوع بتاع التوكسينز. نيجي لعنوان صغير كده اللي هو عبارة عن الميرسا. الميرسا دي مشهورة في الهوسبيتال بهوسبيتال اكوايرد انفكشن اللي هو الميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس. في الموضوع بتاع الميرسا، مين اللي يحصل له سكرين، مين اللي نعمل له سكريننج ندور فيه على ميرسا؟ كل البيشنت اللي داخلين elective admission، كل البيشنز اللي هيدخلوا elective admission ما عدا لو هو، لو كل البيشنز اللي داخلين admission هيتحجزوا يعني، ما عدا اللي محجوز في اليوم الواحد اللي هو عيان دي بيشنت اللي هو يوم واحد، او الاوفثالميك سيرجري مش محتاج ان انت تعمل فيها تدور فيها على ميرسا. ولو المينتال ستيت، المينتال هيلث تراست ادميشن، مش عارف يعني. المهم هنعمل سكريننج للميرسا ازاي؟ بناخد نيزل سواب، ومن السكين ليجن او الوند السواب ديت بتعمل لها شويه تكنيكس كده عشان تبدا تعمل ايه، تشوف في ميرسا ولا لا. المهم يعني اللي يهمني في الموضوع كله العلاج بتاع الميرسا بالترتيب. علاج الميرسا: واحد بانكومايسين، اتنين اللي هو التيكو بلانين، رقم 3 اللينوزولايد اللي هو الافروزولين. يبقى انت عندك اهم حاجه احنا عارفينهم البانكومايسين واللي هو الافروزوليد اللي هو اللينوزوليد، واللي في النص اللي هو التيكوبلانين. التيكوبلانين طيب، السبريشن بتاع الميرسا فروم اكارير، ازاي تمنع الكارير ان هو يجي له ميرسا؟ ممكن ياخد ايه النوز، ممكن ياخد ميو بايو روسين، ميوبيوروسين 2% ان وايت سوفت بارافين لمده 3 مرات في اليوم لمده 5 ايام. لو هو الموضوع في السكن، تاخد كلوروهكسيدين جلوكونيت سنجل دوز، وابلاي اوفر، بتغطي بقى جسمك كله وخاصه الاكزيلا والجروين والبرينيا. ده بالنسبه للموضوع ده. طيب الحالات اللي فيها ريزيستنت كيزز، بنحافظ على الانتيبيوتيك الاتي عشان الدهان اللي هو مين، اللي هو اللينوزوليد الافروزوليد. يعني من الاخر ده اخر خط بالنسبه لك في العلاج. الحاجه التانيه، في نوع تاني اسمه كويني بريستين او دالفو بريستين كومباينيشن، واللي هو التيجي سايكلين. التيجي سايكلين، فنحفظ اهم حاجه فانكومايسين، تيكوبلانين، فانكومايسين، فايتال. يبقى في الميرسا انت بتحتاج فايتال، في تي ال، فانكومايسين، تيكوبلانين، لينوزوليد. وهنسيب اللينوزوليد ده كخط علاج اخير، وخاصه في الحالات اللي هي ريزيستنت هو واللي هو التيجي سايكلين. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لي اللي هو الموضوع بتاع الميرسا، والموضوع بتاع مين اللي هو التوكسيك شوك سيندروم.